إضافة إلى مقاومة فلسطين من صمود ودعم وعلى عكس ما كانت تنوي الولايات المتحدة الأمريكية وزيارة بايدن نعتها بالإرهاب، وجد حاضنة كبيرة عربية وإسلامية في تونس ربما غير مسبوق، وفي الوقت الذي فشلت فيه المعارضة في سنتين لتحشيد الشارع انتفض الشارع في هبة القيامة. كيف تقرأ هذه الهبة؟ نصرة المقاومة المسلحة في فلسطين. تحية لكم والأستاذ المشاهدين ولضيفتكم الكريمة مرة ملا. من أثمن ما قدمه طوفان الأقصى هو عملية استنهاض الهمم لدى الشباب، خاصة الذي ظننا أنه انزاح عن القضايا الحقيقية والقضايا الجوهرية للأمة بسبب ما يسمى بنظام التفاهة وبسبب شيوع ثقافة الاستهلاك منذ سنوات وعمل القنوات والبرامج التلفزية على صرف الشباب نحو التفاهة. حقيقة ما شاهدناه وأنا نزلت في كل التظاهرات الشبابية كان نسبة حضور الكبار والشيوخ مثلي حوالي 3 أو 5% تقريبا. هذا الشباب كان يرفع شعارات مساندة للمقاومة وتعبر عن هوية القضية الفلسطينية وهوية الشعب الفلسطيني وعن القدس وعن الأقصى ويدعو إلى دعم المقاومة وفتح الحدود. أصلا رأينا آلاف من الشابات ومن الشباب يهتفوا بشعارات عالية تقريبا أكثر من 4 ساعات يوم القصف على المستشفى في غزة إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت تونس، والشباب لم يتوقف عن رفع الشعارات. هذا دليل على أن القضية الفلسطينية، طبعا نحن لا نحتاج دليل وقد عايشنا وقد عشت أستاذ حسين منذ الفترة التلميذية والجامعية كان الشباب التونسي دائما حاضرا في القضية الفلسطينية وخاصة في كل المواجهات وكل المعارك. كان الشباب كان ينتج خطابا وينتج ثقافة وينتج أناشيد وينزل الشوارع دائما لدعم القضية الفلسطينية، ليس مستغربا. ولكن قلت الجديد هو هذا الشباب، هذا الجيل الذي لم يشهد حروبا وصراعات في السابق، وظننا وظن ربما المتابعون هذا مثل مفاجأة لعلماء الاجتماع وعلماء الاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي. طلبت من النقاد أن يقرأوا هذا الحدث، أن يقرأوا هذه المشهدية المنعشة هذا، وهذا ربما ما لم يكن يتوقعه العدو الصهيوني وأنصاره من الإرهابيين. الإدارة الأمريكية عندما جاء وزير الخارجية الأمريكي قال أنه جاء لا كوزير لدولة صديقة ولكن جاء كيهودي وكمواطن يهودي. إذن هناك تأكيد على أن الصراع من طرفهم ينبع من العقيدة اليهودية، من العقيدة الصهيونية. هؤلاء لا ينظرون إلى العرب ولا المسلمين على أنهم كائنات بشرية، هذا في عقيدتهم في التوراة. يعتقدون أن كل الكائنات، كل البشر هم كائنات مسخرة لهم ويجوز لهم تقتيلهم وذبحهم إلى غير ذلك. هذه العقيدة الفرعونية يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم ويوزع يفرقهم شيعا. الاشتغال على الفتن، الاشتغال على التفريق، تمزيق المجتمعات. أيضا ما تكشف هو منكشف من قبل لكل ذي بصيرة أن هذه الحضارة الغربية، الحضارة المتوحشة، الحضارة الاستعمارية، الشعارات التي ترفعها في طرف وكقيود كمكبلات للحركات المقاومة يقولون لهم أنتم ممنوع عليكم وممنوع بالقانون الدولي الذي وضعوه وهم الذين يطبقونه. المعايير الأخلاقية يفرضها الأقوياء، يقول لهم أنتم ممنوع عليكم أن تقتلوا ولكنهم يقتلون. نحن رأينا ماذا فعلوا في العراق، ماذا فعلوا في أفغانستان، ماذا فعلوا في كل بلد دخلوه. وحتى مواقف الاتحاد الأوروبي البارحة عندما صوت على ورقة غير ملزمة
بموافقة 500 عضو. أدانت حماس بكل قوة واعتبرتها مرتكبة للمجازر بحق الأبرياء. يعني مثل صدمة إضافة إلى ما صدمنا الإعلام الذي سمي بالمهن البي بي سي وغيره من خلال التغطية المنحازة لكن الصدمة في طوفان الأقصى. ما صدمنا الإعلام الذي سمي بالمهن البي بي سي وغيره حقيقة من كان يتابع وكلنا كنا نتابع. نعم. ورأينا مواقفهم دائما أنهم يعني يرفعون شعارات لتكبيلنا بها هذه الشعارات الجميلة حقوق الإنسان وكونية حقوق الإنسان والتمدن والتحضر والعقلنا إلى غير ذلك كلها فقط من أجل إبهارنا من أجل إشعارنا بالدونية وإشعارنا بالتخلف وإشعارنا بأننا أقل منهم مرتبة ولكن في الحقيقة هم يعاملون باستعلاء كأنهم المعلمون ويجوز لهم أن يضربون وأن يقتلون ولا يحق لنا أن نقاوم أن ندافع عن كرامتنا الإنسانية وعن أوطاننا ما تفعله المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن سيادتها عن كرامتها عن حقها في الحياة وحقها في الوجود وهذا ما تضمنه القوانين والشرع وحتى القانون الدولي. نعم ربما سيقودنا أستاذ بحري إلى بعد نعم نناقش بعد ما هي أدوات الإسناد الشعبي للمقاومة. نعرف أن نتنياهو نفسه قال أن هذه الحرب ستطول. نرجع لك دكتور.